مباركة يا مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. بسلام إلى الرب نطلب. من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. يا من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله من الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. شير يا أركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا إيسو. من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. كيريا إيسو. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. يا رب والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنيين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. إيريا نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب اعوض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة
سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية سنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله سكيريا، لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. باركي يا نفسي الرب ويا جميع ما في باطن اسمه القدوس. تسبح بي أستي استعطاكم ساتر صاصنما. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي جميع أحسناته بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. الرب هيا في السماء عرشه ومملكته تسود على الجميع بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للاب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الدائرين. آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. آمين. سبح يا نفس الرب أسبح الرب في حياتي وأرتل الإله ما دمت موجودا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هاليلويا. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هاليلويا. الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها صوصاً ما سيثاو وعن أصدى عساك نكراً صعلاً داسي عليلويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مات لقد قابلت أن تتجسد من أجلي خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم و
وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هناك وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الأب والروح القدس خلصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب يا ليس أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم يا سلام لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا لأنك الإله الصالح والمحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دار الداهرين آمين إنا تلميذة الرب تعلمنا من الملك كذا القيامة البهج وطرحنا القضية الجدية وخطبنا الرسل مفتخرات وقائلة قد سبي الموت قام المسيح الإله مانحا للعالم عظيم الرحمة طوف ذرة سنستسع كرما اكتو عجل مدوسة أتنكريو مثيتريا كتن روانيك أبو فاسن أبو ريمساس تيس أبو ستوديس كفخومنا ألوان أسكي لفتا أثاناتوس إيالتي Christos o Theos, Vorumenos to kosmo to mega eleo. ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لرد لك تلميذات الرب تعلمنا من الملاك كذا القيامة البهج وطرحنا القضية الجدية وخطبنا الرسل مفتخرات
وقائلا قد سبي الموت قام المسيح الإله مانحا للعالم عظيم الرحمة. عظيمة هي أفعال الإيمان فإن القديسة أودروس الشهيد ابتهج في ينبوع الله مسرورا كأنه على ماء الراحة وقد أحرق بالنار فقدم للثالوث خبز لذيذ فبتضرعاته أيها المسيح الإله ارحمنا. اليوم رأسوا خلاصينا وأعلنوا السر الذي منذ الدهور لأن ابن الله يصير ابن العذراء وجبرائيل يبشر بالنعمة فلنهتفن نحن أيضا معه نحو والدة الإله قائلين السلام عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك. أيها المهدي للحكمة ورازق الفهم والفطنة ومؤدب الجهال وعضد المساكين شدد وفهم قلبي أيها السيد واعطيني كلمة يا كلمة الآب لأنني هانذا لا أمنع شفتي من الصراخ إليك يا رحوم ارحمني أنا الواقع. إلى الرب نطلب لك قدوس أنت إلهنا ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. صلي ما
القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. قدوس الذي لا يموت رحم لا فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا. حكمة فلنصغي يا إخوة، إن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل واقترب النهار، فلندع عنا أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلكنا سلوكا لائقا كما في النهار لا بالقصوف والسكر ولا بالمضاجع والعهر ولا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تهتموا بأجسادكم لقضاء شهواتها. من كان ضعيفا في الإيمان فاتخذوه بغير مباحثة في الآراء من الناس، من يعتقد أن له أن يأكل كل شيء، أما الضعيف فيأكل بقولا، فلا يزدر الذي يأكل من لا يأكل، ولا يدن الذي لا يأكل من يأكل، فإن الله قد اتخذه. من أنت يا من تدين عبدا أجنبيا؟ إنه لم ولو يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت لأن الله قادر على أن يثبته. أوه.
السلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. هللويا هللويا. حكمة فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر. أجد لك يا رب المجد لا. قال الرب إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم فأبوكم أيضا لا يغفر لكم زلاتكم. ومتى صمتم فلا تكونوا معبسين كالمرائين، فإنهم ينكرون وجوههم ليظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لئلا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك علانية. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والأكل وينقب السارقون ويسرقون، لكن اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا أكلة ولا ينقب السارقون ولا يسرقون. لأنه حيث تكون كنوزكم هناك تكون قلوبكم. السلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. المجد لك يا رب المجد لك. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرسل لك المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دار الداهرين. ليس أحد مرتبطين شوى المدرسين Good.
جميعكم وجميع المسيحيين حسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة، الساكنين والموجودين في هذه المدينة وفي عالمك أجمع، مع جميع أبناء رعايانا، ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أبانا وبطريركنا ثيوفيلوس، رئيس كهنتنا كريستوفوروس، ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. كهنتنا مع وكلاء هذه الكنيسة المقدسة المرتلين فيها والذين يخدمون جميع المحسنين إليها الذين ساهموا ويساهمون في تجديدها وتزيينها، مع أبناء هذه الرعية الحبيبة، ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن كل وآن وإلى دهر الداهرين. آمين. الذين في الأمراض والضيقات والسجون والمعتقلات والمغتربين الأسرى والجرحى، وأن يجنبنا الله جميع الأمراض السارية، والذين في الأمراض والضيقات ليشفيهم الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين.
جميع السالف رقاد من أبائنا وأخوتنا والذين ذكرت أسماءهم على مذبحك في هذا النهار، جميع أمواتكم في المسيح، ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. مزفوفا من المرات الملائكة بحال نكمل طلباتنا للرب كبرياء على يسوع من أجل هذه القرابين المكرمة الموضوعة إلى الرب نطلب كبرياء على يسوع من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يريا لا يسوع أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة إلى الرب نطلب يستجب يا رب ملك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل يستجب يا خطايانا والصفحة عن ذنوبنا من الرب نسأل يستجب يا رب الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل يستجب يا زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل فرصك أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل ورصحك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائما مع جميع القديسين
وكل حياتنا للمسيح الإله سكريا. برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدسه الصالح والصانع الحياة الآن وكل وان وإلى دار الداهرين. السلام لجميعكم. لروحك أيضا لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقرين. بحكمة فلنصغي أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوم لله في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنث وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضاً يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي لتقديم القربان المقدس بسلام. رحمة السلام ذبيحتك أسفي نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس ومع روحك يا لنا عند الرب ولنشكر وحق أن نسبحك ونباركك ونمدحك ونشكرك ونسجد لك في كل مكان سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير
أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عدت فأقمتنا، ولم تنفك تعمل كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل. فمن أجل كل ذلك نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات، مما نعلمه ومما نجهله، ظاهراً كاناً أم خفياً. ونشكرك أيضاً على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والشيروفيم ذي الستة الأجنحة والكثير الأعين، يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين، وبتسبيح الظفر مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين: قدوس 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 الرب صباؤه، ما لنا سماء والأرض من مجدك وصانا في العالي مبارك الآتي باسم الرب وصانا. جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إنا نقدم لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية، نرى إليك ونطلب أرسل وجه القدوس علينا وعلى هذه الخرابين الموضوع هذا الخبز وجسد المسيح الكريم. أمين. في هذا الكأس فالدم المسيح الكريم. أمين. ويأركم الشيطان كذلك ويصير وحولنا يوم أمر القدوس. أمين. 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 أيها الرب الصالح، يا من أرسل روحك القدس على رسل الساعة الثالثة، لا تنزع منا رحمة ضرعك والجد فينا، بل من نقينا فلن فيه إلا روح المستقيم أجد في عشائي. أيها الرب الصالح، يا من أرسل روحك القدس على رسل الساعة الثالثة، لا تنزع منا رحمة ضرعك والجد فينا، لا تطرحني من أمام وجهك القدس، لا تنزع مني. صالح، يا من أرسل روحك لقدس عروس في الساعة الثالثة، لا تنزع من أحمد تضرعين كل جد في المجد للأب والابن والقدس مبارك المسيح الآن من أدار صليين غزير الحكمة سكبت عليه من روح القدس وبمن مشكور اقتنصت يا محب البشر مجد لك الآن وكل وان دهر الدامين لمن حضر العلي وبل بالألسن الفرق الأمم المقسمة وزع الألسن النارية دعا الكل للاتحاد الواحد ذلك المجد الروح الكل قدس وبأصوات متفقة وخاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركات المجيدة
سيدتنا والدة الى دائما البتولية مريم إكناثي وفيلوث ورئيسك كانتنا خريستوفوروس وهبهما لكنائسك المقدسة بسلام أصحاء معافين مكرمين مديدي الأيام مفصلي كلمة حقك باستقامة اللهم جميعنا كافة فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن جميعهم وجميعهن وأعطنا نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل نوان وإلى دار الداهرين ذكرنا جميع القديسين أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدسات إلى الرب نطلب من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب يا رب ارحم من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا ليس أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل أجيب يا رب ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل أجيب يا رب الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل وراسك كريم أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل أجيب يا رب أن تكون أواخر
حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل أجيب يا سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب. وإن أيها السيد أن نشهر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدانين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دار الداهرين آمين السلام لجميعكم ولروحك أيضا لنحني رؤوسنا للرب نشكرك أيها الملك الذي لا تدركه الأبصار يا من بقدرته التي لا تحد خلق كل البرايا وبكثرة رحمته أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء وانظر الذين أحنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه جميعا من الأمور حتى يكون لخير لنا على حاجة كل واحد منا سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو واشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمة ورافعة ابنك الوحيد ومحبة للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدسه الصالح والمحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين فلنصغي القدسات للقدسين دربتنا الكنيسة بتمارين روحية الأسبوع قبل أسبوعين ثلاثة ابتدأت بأحد الفريسي والعشار أعني التواضع تمرين التواضع في أحد البنية الشاطر علمتنا الكنيسة كيف يجب أن نتوب ونرجع إلى الله الآب ويقبلنا في أحضانه ويدخلنا في ملكوته والأحد الماضي تعرفنا على معنى الدينونة للذي يستمع إلى وصايا الله ويستمع كلمات السيد تعالوا يا مباركي أبي رث الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم اليوم
تمرين جديد، هو مش جديد، بالعكس هو التمرين اللي دائما يجب أن نقوم به، وهي تمرين المسامحة. اليوم بيقول الإنجيل: إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم فأبوكم أيضا لا يغفر لكم زلاتكم. شرط: إن لم تغفروا لا يغفر. إن طلب السيد يسوع المسيح مزدوج: أن نشعر بزلاتنا وأن نسامح الآخرين. فمعرفة الإنسان بخطيئته ضرورية ليسهل عليه مسامحة سواه، لأنه بنظره إلى خطيئته الخاصة يسامح القريب إن سقط. يجب أن نسامح الآخرين ليس بالقول بل بالفعل ومن القلب، حتى لا نحول السيف إلينا بواسطة الحقد. إن الذين يديننا لا يسبب أن الضرر بقدر ما نسببه لأنفسنا. اندفاعنا إلى الغضب وتعريض ذواتنا للدينونة من الله، فإذا أحببنا الذين يحبوننا فإن شرهم يقع على رؤوسهم ويعانون الآلام بسبب هذا. وبالعكس، إذا غضبنا نعاني الآلام وحدنا. الذهبي الفم يقول: من لا تغضبه الإهانة يفضله محبوه، ومن يبتعد عن الغضب لا يكرهه من أفرام السرياني يقول: قد جاءت أيام الصيام الطاهرة لمن يفضي حياته بالطهارة الحقة. فلنحافظ أيها الأحباء على الصيام. متأسف مش قادر أكمل، السبب عن العينين شوي منزعج جدا، سبب العينين. رب من السماوات هللويا. يسوع المسيح، حكمة الله وسلامه وقوته، يا من أنت وحدك نقي وعادم الفناء، يا من لأجل حنو محبتك للبشر التي لا توصف أخذت جبلتنا بكمالها من دماء البتول النقية التي ولدتك ولادة تفوق الطبيعة بحلول الروح الإلهي ومسرة الآب الأزلي، يا من بحسب البشرة التي أخذتها ارتضيت الآلام المحيا الخلاصية، الصليب والمسامير والحربة والموت، أمد أهواء جسد المفسدة للنفس، يا من بدفنك سبيت مملكة الجحيم، ادفن بالأفكار الصالحة مشورات الرديئة، وشتت عني أرواح الخباثة، يا من بقيامتك المحية ذات الثلاثة الأيام أقمت الجد الأول الذي سقط، أقمني أنا الزالق بالخطيئة واضعا لي وجوه التوبة،
يا من بصعودك المجيد ألهت البشرة التي أخذتها وشرفتها بالجلوس من عن يمين الآب، أهلني بتناول أسرارك المقدسة لنوال حظ المخلصين الأيمن. يا من بحضور الروح المعز صنعت تلاميذك الأطهار آنية كريمة، أوضحني ناء لوروده. يا من أنت مزمع أن تأتي أيضا لتدين المسكونة بالإنصاف، ارتضي يا صانعي وجابلي بأني وأنا أيضا أستقبلك في السحب مع كل قديسيك، لكي بغير فتور أمجدك وأسبحك مع أبيك الذي لا ابتداء له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وأدهر الداهرين، أمين. أيها المسيح، تغاضى واترك واصفح لي عن ذنوبي كلها التي أخطأتها إليك، إن كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر، طوعيا أو كرهيا، بمعرفة أو بغير معرفة، فاعف واغفر واصفح لي عنها كلها بما أنك الصالح والمحب البشر. وبشفاعة والدتك الكلية الطهارة وخدامك العقليين والقوات المقدسة وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، ارتضي أن أقبل جسدك المقدس الطاهرة ودمك الكريم بغير دينونة لشفاء النفس والجسد ولمحو أفكار الشريرة، لأن لك الملك والقوة والمجد مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين، أمين. لقد وقفت أمام أبواب هيكلك ومن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله، يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس، افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كمثل الزانية والنازفة الدم، لأن أما هذه فبلمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا الذي يرثى لي فبتجاسري على أن أقبل جسدك بجملته لا أحترق، بل اقبلني مثل هاتين وأنرحى واس نفسي والهب جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بغير زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور، أمين. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأة الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم بعينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وأهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية، أمين. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا، أمين أمين أمين. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. هأنذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السرية ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كلص يعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بالنار الغير الهيولية، وأهلني أن أمتلئ تنعما بك، لكي وأنا متهلل أعظم حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق، فإني أن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس هو لباس العرس، وأطرد من الملائكة مغلولا، فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر،
الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصر لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة الآتية والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح للالتصاق بالله وأن أجعل رجاء خلاصي على الرب. أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا، الذي له وحده سلطان ترك خطايا البشر، بما أنك صالح ومحب للأنام، أعرض عن زلاتي كلها التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني أن أتناول بغير دينونة أسرارك الإلهية المجيدة الطاهرة المحية، لا لعذاب ولا لازدياد خطاياي، بل لتنقيتي وتقديسي وعربون للحياة الآتية والملك المنتظر، وصورا ومعونة وضحضا للمعاندين ومحوا لذنوب الكثيرة. قد نضل النور الحقيقي وروح السماوي، ووجدنا الإيمان الحق، فلنسد للثالوث غير المنقسم، لأنه خلاصنا. كل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الطاهرة المحيا الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما بنعمتك يا يسوع، نهارنا كله كاملا قدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آن وإلى داهر الداهرين. آمين. لنخرج بسلام من الرب نطلب. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، باسم الرب بارك يا آب. يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين متكلين عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ ملء كنيستك، قدس الذين يحبون بهاء بيتك، أن تشرف مبعد ذلك بقدرتك الإلهية، ولا تخذلنا نحن المتكلين عليك، وبالسلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، لكل عطية صالحة، كل موهبة كاملة هي من العلوم حذرة من لدنك يا أبا الأنوار، لك نرسل المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس، الآن كل وان دار الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. يكون اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. طول ما كريو إفلاي منون أبطوني كاستوانا. تحل لنا عليكم نعمة الله ومحبة البشر كل حين، الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين.